بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. في الفقرة السابقة كنا قد تكلمنا عن السباق الذي جرى بين السلحفاة والأرنب. طبعا الحال كنا قد وصفنا هذا السباق كيف انطلق وكيف انتهى بفوز السلحفاة على الأرنب. طبعا الحال في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى الأجواء التي كانت ترافق هذا السباق. إذا طبعا الحال أكيد أنه كان هناك جمهور، كان هناك متفرجون وحضور. إذن سنرى ما ستقوله بعض الشخصيات في هذا اللقاء. إذن لا كورس ني با انكور فيني، لا كورس ني با انكور فيني، نون لا تورتي كور انكور، نون لا تورتي كور انكور. كو في لا تورتي كور انكور. كو في لا تورتي، la tortue court encore. Et le lapin, où est-il? Et le lapin, où est-il? Appelle-le. Il regarde toujours le chat et la souris. Appelle-le. Il regarde toujours le chat et la souris. Appelle-le. Il regarde toujours le chat et la souris. Dodo viens. Dodo viens. Ne reste pas là. Cours, cours. La tortue va gagner. Dodo viens, ne reste pas là. Cours, cours. La tortue va gagner. Continue Dada, tu es presque arrivé. Continue Dada, tu es presque arrivé. Continue Dada, tu es presque arrivé. Tu es presque arrivé. La course n'est pas encore finie. Qui parle? La course n'est pas encore finie. Qui parle? Bien sûr, c'est le coq. C'est le coq qui parle. C'est le coq qui parle. C'est le coq qui a dit la course n'est pas encore finie. Idem, la course n'est pas encore finie. As-sibaq lam yantahi ba'd. Idem had encore comme قلنا هي بعد او زياده او اضافه او ايضا. Idem, la course n'est pas encore finie. As-sibaq لم ينتهي بعد. إذن من الذي تكلم؟ من الذي قال هذه الجملة؟ كي بارل؟ من الذي يتكلم؟ سلوكوك. سلوكوك إنه الديك. إنه الديك. إذن الديك هو اللي قال بأن السباق مازال مكمل. إذن ماذا قال؟ لا كورس ني با انكور فيني. لا كورس ني با انكور فيني. اسكو لا كورس اي فيني؟ إذن هنا نطرح سؤال. Est-ce que la course est finie? Est-ce que la course est finie? هل السباق انتهى؟ إذا الجواب سيكون ماذا؟ Non, la course n'est pas finie. La course n'est pas finie. السباق لم ينتهي. أو نقول كما رأينا la course n'est pas encore finie. السباق لم ينتهي بعد. إذن ممكن أننا نقول كمثال Les enfants. Vous avez fini d'écrire le texte? Les enfants. يا أطفال. Vous avez fini d'écrire le texte? أنتم انتهيتم من كتابة النص؟ إذن ممكن أن الأطفال يقولون Non, pas encore. Non, pas encore. لا, ليس بعد. إذن المقصود On n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. نحن لم ننتهي بعد. نطرح السؤال Les enfants, vous avez fini d'écrire le texte? Les enfants, vous avez fini d'écrire le texte? Idan mumkin an al-atfal yaqulun, non, pas encore. Non, pas encore. La, laysa ba'd. Aw mumkin annahum yaqulun, oui, nous avons fini. Oui, nous avons fini. Oui, nous avons fini. Na'am, nahnu intahayna. Idan La course n'est pas encore finie. La course n'est pas encore finie. Non, la tortue court encore. Non, la tortue court encore. Que fait la tortue? Que fait la tortue? La réponse, la tortue court encore. La tortue court encore. ماذا تفعل السلحفاة? Que fait la tortue? Que fait la tortue? الجواب, la réponse, la tortue
كوغ أنكوغ، السلحفاة تجري أيضا أو مازال تجري. إسكو لا تورتي سيت أغيتي بوندون لا كورس؟ إسكو لا تورتي سيت أغيتي بوندون لا كورس؟ هل السلحفاة توقفت أثناء السباق؟ هنا عندنا لو فيرب ساغيتي، هنا عندنا لو فيرب ساغيتي ماشي أغيتي. أغيتي يعني أنك أنت تتوقف واحد آخر، أغيتي يعني أنك أنت تتوقف شخص آخر أو شيئا آخر. ملي تنقول أنت يعني تنتكلم على واحد توقف واحد أو واحد توقف شيء معين. إذن هنا تنتكلم على لفاغ أغيطي، هنا بطبيعة الحال تنتكلم على لفاغ ساغيطي. توقف ملي تنقول توقف يعني أن الشخص هو الذي يوقف نفسه أو شيء ما يوقف نفسه. إذن نتكلم على لفاغ ساغيطي. ممكن أننا نقول مثلا لا تورتي اي طاغيطي، يعني أن السلحفاة أوقفت. ممكن يكون هناك شيء آخر، ممكن يكون هناك شيء أو شخص هو الذي أوقفها. فهذه الحالة مثلا تنتكلم على هذا الفعل بأنه مبني للمجهول، نقول مثلا بأن أوقفت يعني أن السلحفاة تم إيقاف ديالها، يعني شي واحد وقفها. المهم ماشي هي اللي توقفات، شي واحد وقفها. هنا ممكن أننا نقول لا تورتي اي طاغيطي، يعني أن السلحفاة أوقفت. هنا اللي عندنا في النص بطبيعة الحال لا تورتي سي طاغيطي، السلحفاة توقفت. عندنا ان فيرب برونومينال، لو فيرب برونومينال هو الفعل اللي تتكون عنده هاد سو. طبيعة الحال هاد سو مع الضمائر تتصرف حتى هي، حتى هي تتقلب معايا. انا مثلا لو بغيت نتكلم على نفسي بانني انا توقفت، ساقول ماذا؟ جي مسوي اغيطي، انا توقفت. جي مسوي اغيطي، انا توقفت. تي اغيطي. il s'est arrêté، هو توقف، الى اخره. نو نو سوم اغيطي، vous vous êtes arrêté، ils se sont arrêtés، هم توقفوا. إذن هنا عندنا il s'est arrêté، هنا عندنا la tortue s'est arrêtée، السلحفاة توقفت. la tortue s'est arrêtée، السلحفاة توقفت. مادام أننا تنتكلموا على واحد الفيرب برونومينال بحال هذا، زدنا واحد الأعنى حيت تنتكلموا على la tortue مؤنثة. إذا بطبيعة الحال لو كنا نتكلم عن لو لابان اللي هو مذكر، طبعا سنزيح هاد أه، سنزيح هاد أه. هنا عندنا بطبيعة الحال سؤال، الجملة هنا التي عندنا سؤال ليست جملة إخبارية. لا تورتي سي طاغيطي، يعني أن السلحفاة توقفت، ولكن عندنا إسكو لا تورتي سي طاغيطي بوندون لا كورس؟ إسكو لا تورتي سي طاغيطي بوندون لا كورس؟ هل السلحفاة توقفت أثناء السباق؟ إذن ماذا سيكون الجواب؟ كلا لا ريبونس، ما هو الجواب؟ لا ريبونس سي نون، لا تورتي كور أنكور. نون لا تورتي كور أنكور، لا السلحفاة تجري أيضا، المقصود السلحفاة لا زالت تجري. نون لا تورتي كور أنكور، لا السلحفاة تجري أيضا، لا زالت تجري. لا السلحفاة لا زالت تجري. نون لا تورتي كور أنكور. ألوغ أون لو مو أنكور، إذن عندنا كلمة أنكور. كوم إكزومبل يعني كمثال، كوم إكزومبل كمثال، كوفي لا بوتيت في، ماذا تفعل البنت الصغيرة؟ كوفي لا بوتيت في، كوفي لا بوتيت في. لا بوتيت في إكخي أنكور، إل نا باز أنكور فيني. لا بوتيت في إكخي أنكور، إل نا باز أنكور فيني. إسكو لا بوتيت في a fini d'écrire، a fini d'écrire، هل البنت الصغيرة انتهت من الكتابة؟ non la petite fille n'a pas encore fini، لا البنت الصغيرة لم تنتهي بعد.
إذن sur quoi monte la tortue؟ sur quoi monte la tortue؟ فوق ماذا صعدت السلحفاة؟ sur quoi monte la tortue؟ on a déjà vu le verbe monter et le verbe descendre. من قبل شفنا، من قبل رأينا فعل صعد وفعل نزل. on a déjà vu le verbe monter et le verbe descendre. Et le verbe descendre. Alors, sur quoi monte la tortue؟ sur quoi monte la tortue؟ فوق ماذا صعدت السلحفاة؟ عندما كانت السلحفاة تجري وجدت شيئا ما في طريقها فصعدت فوقه ثم نزلت دون أن تسقط. إذن sur quoi monte la tortue؟ إذن فوق ماذا صعدت السلحفاة؟ on a déjà vu que la tortue a monté sur un chou. On a déjà vu la tortue monte sur un chou. On a déjà vu نحن رأينا من قبل la tortue monte sur un chou. Que la tortue monte sur un chou. نحن رأينا من قبل بأن السلحفاة صعدت فوق ملفوف. On a déjà vu que la tortue monte sur un chou. Que la tortue monte sur un chou. Sur un chou. Où est le lapin؟ où est le lapin؟ où est le lapin؟ ou bien que regarde le lapin؟ إذن أين هو الأرنب؟ où est le lapin؟ ou bien que regarde le lapin؟ ماذا ينظر الأرنب؟ إذن عندما انطلق السباق ماذا بقي ينظر الأرنب؟ إذن que regarde le lapin؟ ماذا ينظر الأرنب؟ إذن طبعا الحل رأينا بأن الديك انتبه إلى أن الأرنب غير موجود فقال ماذا؟ إلو لابان أو إتيل؟ إلو لابان أو إتيل؟ والأرنب أين هو؟ إذن ممكن أننا نطرح السؤال كما فعل الديك، يعني أنه ذكر الأرنب أولا ثم قال أو إتيل؟ هو أولا عندما انتبه إلى عدم وجود الأرنب ماذا قال؟ إلو لابان؟ إلو لابان؟ والأرنب أو إتيل؟ أين هو؟ إذن ممكن أننا نقول إلو لابان أو إتيل؟ أو نقول أو إلو لابان؟ أو إلو لابان؟ أو إلو لابان؟ أين هو الأرنب؟ سؤالان صحيحان مع بعض الفرق. إلو لابان؟ والأرنب أو إتيل؟ أين هو؟ يعني هناك بعض المفاجأة في عدم وجود الأرنب، ثم نسأل عنه أين هو؟ إلو لابان؟ أو إتيل؟ وممكن أننا نطرح السؤال بشكل عادي فنقول أو إلو لابان؟ où est le lapin؟ où est le lapin؟ ici le coq se demande où est le lapin؟ الديك هنا يتساءل أين هو الأرنب؟ le coq se demande où est le lapin؟ alors que veut savoir le coq؟ que veut savoir le coq؟ que veut savoir؟ que veut؟ que veut؟ que veut savoir le coq؟ que veut؟ هذا le verbe vouloir يعني أراد. إذن عندما نقول que veut؟ que veut؟ que veut؟ هذا le verbe vouloir. veut هذا le verbe vouloir. إذن نقول il veut، هو يريد. إذن que veut ماذا يريد؟ savoir. طبعا الحال savoir هي عرفة. إذن que veut savoir le coq؟ ماذا يريد أن يعرف الديك؟ طبعا الحال ممكن أننا نقول qui veut parler؟ من الذي يريد أن يتكلم؟ qui veut parler؟ شكون اللي بغى يتكلم؟ qui veut parler؟ كيف بالي؟ طبعا حتى نشوفوا بأن الفعل الأول تصرف، الفعل الأول تتصرف والفعل الثاني ما تتصرفش. علاش؟ لأنه مسبوق بفعل آخر. هذه حالة من الحالات لما تتصرفش فيها الفعل. إذن الفعل ملي تيكون مسبوق بفعل آخر إذن الفعل الثاني ما تتصرفش. بحال اللي عندنا هنا كو فو سافواغ لو كوك، ماذا يريد أن يعرف الديك؟ إذن إل فو سافواغ où est le lapin؟ il veut savoir où est le lapin. هاد اللي عندنا هنا راه ماشي بالضروره تكون سؤال. تنقولوا اين؟ اين؟ اين ممكن انها تكون سؤال
يعني السؤال على المكان وممكن أنها تعني المكان بحال اللي عندنا هنا. Il veut savoir où est le lapin. هو يريد معرفة حيث هو الأرنب. باغي يعرف فين كاين الأرنب. باغي يعرف المكان اللي فيه الأرنب. إذن هاد أولي عندنا هنا اللي عندها واحد الشريطة الفوق فتحة في الأعلى. إذن هذه تسمى أكسون غراف. تسمى أكسون غراف. إذن هاد أو تدل على المكان. إذن il veut savoir où est le lapin. هو يريد معرفة حيث هو الأرنب. حيث موجود الأرنب. أو المكان حيث موجود الأرنب. إذن il veut savoir où est le lapin. إذن في الحلقة القادمة سنستكمل مع هذا الردود من الحضور. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.